بشكل عام يصعب على المرأة معرفة ما إذا كانت حامل في الأيام الأولى، لأن اختبارات الحمل لا تكتشف هذه الحالة الأولية ولا تبدأ بملاحظة قلة الحيض إلا بعد 4 أسابيع من بدء الدورة الشهرية السابقة. ولكن هناك بعض الأعراض التي قد تصيب المرأة في أسبوعها الأول من الحمل، مع التذكير بأنه ليس من الضروري أن تظهر جميع هذه الأعراض أو حتى أي منها، وهي كالتالي: أولاً التبقيع. التبقيع هو حدوث نزيف خفيف جداً مشابه للنزيف الذي يحدث في بداية أو نهاية الدورة الشهرية، ويمكن أن يختلف في اللون من الوردي إلى الأحمر إلى البني، وقد يتمثل بظهور بقعة دم واحدة أو كمية صغيرة من الإفرازات، وقد يستمر هذا التبقيع لعدة ساعات أو عدة أيام، وهو ناتج عن انغراس البويضة المخصبة بجدار الرحم، ولا يشبه هذا التبقيع دم الدورة الشهرية. ثانياً التقلصات. قد تحدث تقلصات في البطن أو الحوض أو منطقة أسفل الظهر في بداية الحمل نتيجة التصاق الجنين بجدار الرحم. أما عن طبيعة هذه التقلصات فهي عبارة عن شعور بالوخز والشد في هذه المناطق، وتتراوح هذه التقلصات في شدتها، فبعضها خفيفة وبعضها الآخر شديد، قد يستمر لعدة أيام. ثالثاً يزيد معدل ضربات قلبك. إذا لاحظت أن قلبك ينبض أسرع من المعتاد فقد يكون حملك هو السبب. رابعاً ارتفاع درجة حرارة الجسم. من العلامات التي تظهر على الحاملة خلال فترة الحمل الأولى ارتفاع درجة الحرارة عند الاستيقاظ من النوم صباحاً، إذ تؤدي الإباضة والخصوبة إلى تقلبات في درجة حرارة الجسم عند بعض النساء. وعند متابعة الإباضة ودرجة حرارة الجسم فإن ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من أسبوعين قد يكون مؤشرا للحمل، ولكن يشار إلى احتمالية ارتفاع درجة حرارة الجسم نتيجة أسباب أخرى غير الحمل، مثل أسباب هرمونية أو أسباب أخرى تتعلق بنمط الحياة. وربما لن تظهر عليك أعراض واضحة للحمل خلال الأسبوع الأول، لأنك حسب الأطباء في مرحلة مبكرة جدا، وسوف تشعرين فقط بارتفاع طفيف في حرارة جسمك وإرهاق عام والقليل من الخمول، وتستمر هذه الأعراض لمدة 3 أيام إلى 7 أيام، وقد تتعرض للانتفاخ بسبب التقلبات الهرمونية وتقلب المزاج. في النهاية يختلف وقت بدء ظهور الأعراض من امرأة إلى أخرى، فقد تلاحظ بعض النساء ظهور أعراض الحمل في وقت مبكر جداً بعد أسبوع من حدوث الحمل تقريباً، وذلك عند انغراس البويضة المخصبة في جدار الرحم، بينما لا تلاحظ أخريات ظهور أعراض الحمل لديهن إلا بعد استمرار الحمل لبضعة أشهر. ويعد غياب الدورة الشهرية عادة العلامة الأولى لحدوث الحمل، ففي حال تأخر الدورة الشهرية عن موعدها المتوقع لمدة أسبوع أو أكثر وكانت المرأة في سن الإنجاب فيحتمل أن تكون حاملاً، وقد يكون هذا العرض مضللاً إذا كانت الدورة الشهرية غير منتظمة.